سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. انا في موسم الفراوله ومع اقتراب شهر رمضان الكريم لازم نوعوا في العصائر. كل واحد كيفاش يحبوا، طبيعي كل واحد كيفاش يحب يشربوا، حلو صمت لكم الاختيار. الله على بركه الله حندير لكم عصير، بلاك يجيكم جديد هذا العصير، مي بصح صدقوني بنا ما نحكي لكمش. الله على بركه الله، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عندي كميه من الفراوله شللتها، قطعت لها داك الاوراق تاعها وقطرتها موزه واحده. عندي سر تاع هاد العصير، علبه تاع لاكريم ذوق الفراوله والموز، علبه تاع غلاس لاكريم ذوق الفراوله والموز. عندي نصف ريت الحليب، عندي نصف كاس كريمه سائله لومبرينت، فوالا باتيسري ماشي مالحه. وعندي ربع كاس سكر، بيان سور نحتاجو بلاندر. ما عندكش بلاندر ديري بغا ميكسور. يلا خفيف ظريف نبداو. كميه الفواكه شوفوا حبيبات، ماشي يعني تحبوا تضعفوا الكميه ضعفوا كلش. نديرها في البلاندر، نزيد حبه موز، فوالا نقي حبه موز، نحيل هذوك الخيوط تاعها، فوالا نقطعها كيما راكم تشوفوا في البلندر. حنزيد ربع كاس سكر تاع 220 مليلتر، حنضيف نصف ريتلا حليب، شوفوا كلش بارد في بارد. حنضيف نصف كاس كريمه سائله، انا درت لومبرينت شوفوا. حندير علبه كامله تاع لاكلاص ذوق الفراوله، ما جيت صدها سكتوا برك حتى بالسيف. فوالا كميه، فوالا انا درت علبه كامله مباشره. نغلق على البلندر ونشعلو ونخلي كلش في الفرحه. كريمه سائله تزيد القوام، فوالا فوالا. في هذه المرحله حندير له كميه من باتاغوم ذوق الفراوله، نزيد نخليه اي فوالا. هذا هو عصير الفراوله والايس كريم او لاكلاص. فرغ جو تاع الفراوله والكريمه السائله، شوفوا القوام تاعو فريمون ولا اروع، نقدروا حتى نسحروا به. شوفوا القوام والبنه، صدقوني قسما وصف لكم البنه، لازم حتى تذوقوه باش تعرفوا. قولوا كيما تقدر تقولوا ذوق او بفراز. نفرغ البنات باش تشوفوا القوام، شهيتكم بالجنه. شوفوا البنات بالرغم انه الاضاءه دائما تخني حسب الامكانيات، معليش لا باس، المهم نوصلكم الوصفه. اي فوالا فوالا البنات، عندي هاد لي بانس تاع لا ديكوراسيون تاع كؤوس، شوفوا كيش جايين، نواسوهم كوم اون ديكوراسيون هكذايا، عدة الوان يعني شيتهم العام اللي فات انايا، ونحتفظ بهم دائما، يزيدوا جمال للكؤوس ديالنا. اي فوالا خوتي خياتي، هذا هو الشكل النهائي، عصير الفراوله والموز والكريمه السائله والايس كريم او لاكلاص. عصير بزاف بنين، تصيبوهم في المحلات الفاخره او شغل لي صالون دو تي الفاخره، بزاف بنين، جربوه على بالي يعجبكم كبار وصغار. بنه لا تقاوم، شوفوا القوام البنات، شوفوا كيفاش جا خاطر، يعني بنا ما نحكي لكمش. شوفوا القوام. لعجبتكم الوصفة ومحتوى القناة ديروا لايك وابوني للقناة، وبكم استمر. حبيت نشارككم هاد الديكور تاني، شوفوا تاع ام بي سي، فوالا ديكور بزاف شباب بمناسبة. ان شاء الله البنات تعجبكم هاد الديكور تاع رمضان، انا عجبني هدايا هاد السميلة نموت عليه. دمتم في رعاية الله وحفظه، صحة وهنا على قلبكم، سلام.